لطالما ظل موقف السودان من سد النهضة ملتبسا، غير أن تحولا لافتا طرأ على موقف السودان مؤخرا. فقد أرسل أبي أحمد منذ أيام خطابين إلى كل من القاهرة والخرطوم مقترحا توقيع اتفاقية تسمح لبلاده بالشروع في ملء سد النهضة قبل مواصلة المفاوضات بين البلدان الثلاثة بحلول الخريف المقبل. ووفق مصادر بالخرطوم، كان اقتراح أبي أحمد محل نقاش بين حمدوك وعبد الفتاح البرهان قبل أن يتفق الاثنان على أن المقترح الإثيوبي لا يخدم المصالح السودانية، وهو ما ترتب عليه تواصل السودانيين مع الجانب المصري وإعلامه برفضهم لمقترح أديس أبابا. مصادر أكدت أن الحكومتين المصرية والسودانية اتفقتا على عدم قبول أي اتفاقيات مع إثيوبيا إلا لو كانت شاملة، فيما لا تزال القاهرة مصممة على أن تكون الاتفاقية النهائية مبنية بالكامل على نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في واشنطن. الخرطوم بدورها تتفق مع مصر في النظر للاتفاقيات التي جرت في واشنطن على أنها مرجع لأي اتفاق جديد بشأن ملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث. التطورات الأخيرة تبرز ميل الموقف السوداني قليلا نحو موقف مصر، وإن كانت الخرطوم حريصة في الوقت نفسه على عدم توتير علاقاتها مع إثيوبيا.